اهلا بكم مشاهدينا على نمسا ميديا المهتمة بالمعرفه. منظمه كاريتاس بتطلب من الحكومه النمساويه الالتزام بحق اللجوء وبتحذر من اي محاوله للتشكيك في حقوق الانسان. رئيسه المنظمه اكدت ان حق اللجوء لازم يبقى محفوظ، خصوصا في الوقت اللي الجدل حوالين الموضوع ده بيزيد في اوروبا. ووضحت ان اللي بيشكك في حقوق الانسان كانه بيشكك في الانسانيه كلها، واشارت ان اللاجئين ما بيهربوش كده وخلاص، لكن بيهربوا من الحروب والتعذيب. كمان اتكلمت على ان الاندماج لازم يبدا من اول يوم اللاجئ بيوصل فيه، لكن المشكله ان مفيش عدد كافي من دورات تعليم اللغه الالمانيه. في المقابل مكتب المستشاريه في النمسا قال ان السنه دي وفروا حوالي 52600 فرصه لدورات اللغه الالمانيه، وده زياده بنسبه 6% عن السنه اللي فاتت. الرئيسة أشارت كمان إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت انعكاس الأزمات اللي بتمر بيها البلد وإنها ساهمت في الوضع الحالي. بالنسبة لأوكرانيا قالت إن التضامن معها بدأ يقل والتبرعات قلت، بس لسه في ناس كتير في النمسا مستعدين يتبرعوا، وأكدت إن الأوكرانيين اللي جايين النمسا محتاجين يتحولوا من نظام الدعم الأساسي لنظام المساعدات الاجتماعية. وطلبت كمان بإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا، خصوصا وضع حد أدنى للمعاشات، وحذرت من تقليل الدولة النفقات على الفئات اللي محتاجة. وكمقترح قالت إنه لازم يكون في تأمين أساسي للأطفال عشان يضمنوا التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية. وأخيرا نبهت على ضرورة تطوير استراتيجية شاملة لتوظيف العاملين في الرعاية الصحية والتعاون مع دول خارج أوروبا، وأكدت إن أزمة المناخ هي مش مجرد أزمة بيئية لكنها كمان أزمة اجتماعية. كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.